أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم، دائما متواصلين معكم في أمسياتنا الرمضانية وجولتنا المميزة فيكم وبحضوركم الدائم من بلدة الزبابدة في مدينة جنين، متواصلين مع مجموعة مسلماني للأجهزة الكهربائية. لا تنسوا يا جماعة مجموعة مسلماني للأجهزة الكهربائية المميزة والراقية والعروض المستمرة اللي ما بتتوقف. دائما اعتمدوا في حياتكم لبيوتكم كل شيء أجهزة كهربائية فقط عند مجموعة مسلماني. مشاهدينا متابعينا ابقوا معنا في هذه الأمسية وهذه الجولة بصحبة مجموعة مسلماني للأجهزة الكهربائية. مجموعة مسلماني سمارت براندز سمارت سيرفيس. كملنا معكم مشاهدينا متابعينا من بلدة الزبابدة في جنين، اليوم في جولتنا الجديدة والمتجددة بصحبة مجموعة مسلماني. شو بدي احكي انا يعني اروع الماركات العالميه بس موجوده عند مجموعه مسلماني. عليه مباشره، مساء الخير. مساء النور، كيف الحمد لله نحمد الله تمام، الله يسعدك. كيف الاجواء؟ الحمد لله ماشي الحال. الشوب شوي شوب شوي، ما هي الشوب خلاص بدنا نمشيها. شو بدنا نعمل؟ يلا طوالي ربنا. اسمي احمد فياض. اهلا وسهلا فيك. انت علاء كسراوي؟ اهلا وسهلا فيكم. طيب نفس من الزبابدة؟ لا انا من الزبابدي وصديقي من بلدي اسمها رابا. رابا رابا، انت عازمه يعني ولا مش عازمه؟ والله بنقدر تقول عازمه. طيب احنا مع مجموعه مسلماني. اهلا وسهلا فيكم. طيب اذا بتجاوب على سؤال مباشر بتروح تاخذ جائزتك من عند الفا بالزبابدي، احمر وليس باحمر، واسود وليس باسود، وابيض ليس بابيض. شو احمر ليس باحمر، واسود وليس باسود، وابيض وليس بابيض؟ الفحم؟ لا، كيف صارت؟ ماء. احمر ماء. ايش الماء يعني؟ انت وصلت 50% هسه. يلا بس 50 شو ظل النص يعني؟ ظل النص. ظل النص. احمر وليس باحمر، اسود وليس باسود. فيش خيارات؟ وين الخيارات؟ تعطي خيارات ما في شيء. لا لا اسمع، يعني انت قلت المي صح؟ صحيح. شو في شيء في العالم في مي؟ شو؟ المحيط. المحيط البحر. بلشنا. ايش البحر؟ بحر ايش؟ الابيض والاسود وال يا سلام عليك، البحر الابيض والبحر الاسود والبحر الاحمر. احمر ليس باحمر. صحيح. صحيح 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 صح. طيب هاي من مجموعة مسلماني من معرض ألفا، بتقدر تجيبها من عنده. شو بدك له؟ كل احترام للمسلماني وكل احترام لكم، رمضان كريم. الله يعطيك كل عام وانتم بخير. طيب نرجع لك كمان مرة، يعني يعني صاحبك وعازمه بقوة ويعني بسرش. طيب هلا كيف انت والأمثال؟ أبو ايش انت؟ أبو رفاعي. أبو رفاعي، كيف انت والأمثال؟ يعني مش كثير. طيب اسمع، بقول قبل ما تحبل حضرت الكمون، وقبل ما تولد. يلا هاي كملت لك بقى النص. هذا مثل فلسطيني على فكره. طب سهل المثل. يا سلام. قبل ما تحبل حضرت الكمون، وقبل ما تولد. شو ها يعني اخفف لك اياها؟ سمته ايش؟ جيبها نغمي على الكمون. ميمون. لا واحد ثاني. ليمون. لا واحد ثاني سمته ليمون. شو في اسمها يا زلمة؟ قبل ما تحبل حضرت الكمون، وقبل ما تولد سمته ايش؟ ميمون. بس ايش ايش ليش اسم ثاني؟ شو اسمه؟ اعطينا اسماء على نفس الوزن. مش خاطر ببالي والله. شو ولا صاحب لك اسمه مأمون؟ مأمون بلا. طيب مأمون. قبل ما تحبل حضرت الكمون، وقبل ما تولد سمته مأمون. صار الاسم جاهز. طيب هاي من مجموعة مسلماني. شو احترام لكم، موفقين إن شاء الله، وأحلى مسلماني وأحلى معرض ألفا كمان. كل عام وانتم بخير. وشرفتونا تلفزيون الفجر كمان. مجموعة مسلماني سمارت براندز سمارت سيرفيس. مكملين معكم مشاهدينا متابعينا في أمسياتنا الرمضانية وجولاتنا اليوم في بلدة الزبابدي في جنين، متواصلين مع مجموعة مسلماني للأجهزة الكهربائية. ولا تنسوا أرقى الماركات العالمية فقط عند مسلماني وعروض المتواصلة. مساء الخير. مساء الورد. وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كيف الأجواء هنا في الزبابدي؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي الحال. ماشي الأمور الحمد لله. الحمد لله. الحمد, الحمد لله. لله. كيف رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي. ما ضلش شيء. لا هانت. عيدت. عيدت الله يا سيدي. من كل العيد الفطر أهلا وسهلا فيك عمي. أهلا وسهلا فيك. طيب أبو إيش أنت؟ أبو عدي. أبو عدي يا عيني. أنو في رئيس كان أبو عدي؟ صدام حسين. الشهيد صدام حسين. طيب هلا عنا مع مجموعة مسلماني، ما أكبر كلمة في القرآن الكريم؟ أكبر كلمة في القرآن الكريم. مرت معك؟ لا والله. أولها ف. يلا أولها ف وبعدها ألف. يلا روح. والله ما مرت. ما مرتش معك؟ لا غريبي.
عاد معروف الكريمي كمان. بغير لك السؤال. طيب يا سيدي، الأنبياء اللي بعثوا لبني إسرائيل كم عددهم؟ كم عدد الأنبياء الذي بعثوا لبني إسرائيل؟ لأنه اليهود عجزوا الأنبياء، فتصور كديش أكم نبي بعثوا لهم؟ أكم نبي فكرك؟ بالضبط والله ما بعرف. أعطي رقم. اثنين؟ لا عد. هذول هذول يهود عجزوا الانبياء، ما بقول لك عجزوا الانبياء ليش؟ عشان هيك بعثوهم. تعرف كم كم نبي بعثوا لهم؟ كم تعرف؟ انا اجاوب لك عليها. ايوه استغرب اني قلت لك 600. 600 يا جماعه، 600، لانه اليهود سبحان الله اليهود عجزوا الانبياء. 600 نبي بعثوا لبني اسرائيل لحد الان مغلبيننا، شايف؟ بين الله. طيب هذا من مجموعة مسلماني، عندكم في هنا فرع اسمه معرض ألفا. أيوة. منها بتسلم. طيب ألف شكر، ألف شكر مسلماني، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. مجموعة مسلماني، سمارت براندز، سمارت سيرفيس. كملنا معاكم مشاهدينا ومتابعينا في أمسياتنا الرمضانية وجولاتنا المميزة في بلدة الزبابدة من مدينة جنين، ودائما مع مجموعة مسلماني. يسعد مساك. يسعد مساك، كل عام وانتم بخير، رمضان بخير كريم، بخير وبالصحة والسلامة. كيف رمضان معك؟ الحمد لله ماشي ماشي، خلص يعني الحمد لله، خلص مروح. خلص خلص روح. اشتريت للاولاد واعي. اه والله اشتريت. شو اسمك؟ شو اسمك؟ جود. ايش؟ جود. اه جود. اه جود. وانت؟ احمد. احمد. وانت؟ يافا. ايش؟ يافا. يافا يافا يا عيني، يافا عروس الشمال. طيب شو اسمك انت؟ محمد رابي. من وين؟ من قرية سنيريه، محافظة قلقيلة. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طيب بقول لك جامعة لا يوجد فيها طلاب، اي جامعة هي؟ الجامعة العربية. يا ريت ما في جامعة، يا ريت ما فيها جامعة، أحسن من دونها وفيها خربانين. خربانين. يا ريت ما فيها جامعة. جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية. صاير يعرف بالأسئلة والحزير ما شاء الله عليه. طيب هاي من مجموعة مسلماني، هنا هي في فرع هنا اسمه ألفا، تقدر تأخذ الجائزة من عنده هلا إن شاء الله. ألف شكر لكم وكل عام وأنتم بخير للجميع. كل عام وأنتم بخير. يا جود. يا يافا احلى يافا، كل عام وانتم بخير. بخير يا عيني، كل عام وانتم بخير. عمتو بخير. مجموعه مسلماني، سمارت براندز، سمارت سيرفيس. كمل معكم مشاهدينا ومتابعينا امسياتنا الرمضانيه وجولاتنا المميزه بصحبه مجموعه مسلماني. مجموعه مسلماني اجمل الماركات واروع الماركات العالميه عند مجموعة مسلماني. ولا تنسوا الفرع الموجود في الزبابدة، بلدة الزبابدة ألفا. مرحبا. اهلا. اهلا وسهلا فيكي. كيف الأجواء الدنيا؟ حلوة. نار. نار الدنيا. نار. شو اسمك؟ ساندرا مسلم. أهلا وسهلا فيك يا ساندرا. كيف الزباب دي اليوم؟ أجواءها؟ حلوة ماشي. يعني جو شوي بس الجو صار أحسن. لا سكان الأردن بس جاي زيارة. زيارة. زيارة على الزباب دي. حمل عندكم أكثر. لا هون أبرد. أبرد. أبرد من هنا. كثير. طيب ساندرا، احنا مع مجموعة مسلماني، اكيد سمعت في مسلماني اجهزة كهربائية يعني كل فلسطين وفي الاردن كمان في كل مكان. اكيد. وله فرع هنا في الفا في زبابدة. اكيد. طيب كيف انت والاسئلة الحزازير منيحة. منيحة منيحة. طب احنا مش حزيرة. تمام. مثل كيف انت والامثال يعني بدك تساعدنا. يعني بقولوا طلطميس ما ايش ما بعرف، يعني هذا مثل كثير بنحكيه يا ساندرا. طلطميس. طلطميس ما بعرف. هذا الزلمه بيقول عنه طلطميس ما بعرف شيء. لا ما بعرف. شو في عندنا ايام احنا بالاسبوع؟ انا شو اليوم؟ جمعه. ما بعرف الجمعه من خميس. الخميس. هي نغمه جابت نغمه اجت لحالها. طيب هذه من مجموعه مسلمان بتقصد بيها هلا من ألفا هنا في الزبابدي. ماشي شو بتحكي؟ يعطيكم العافيه ورمضان كريم وان شاء الله الاجواء تكون احلى واحلى ان شاء الله. يعطيكم العافيه وانتم بخير. شكرا لك. اذا مشاهدينا باختتامنا مع ساندرا من بلده الزبابدي بنكون قد انهينا جولتنا اليوم بصحبه مجموعه مسلمان للاجهزه الكهربائيه المميزه دائما باجهزتها وماركاتها العالميه. دائما اعتمدوا لشراء أجهزة بتأثث بيتك بالأجهزة الكهربائية ما إلك إلا مين؟ إلا مجموعة مسلماني. مشاهدينا متابعينا بنشكركم على تواصلكم معنا وجودكم الدائم. أمسياتنا الرمضانية متواصلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك. بنقولكم كل عام وأنتم بخير من أسرة مجموعة مسلماني للأجهزة الكهربائية. نشكر زملائنا من وراء الكاميرا براء عمر، خباب الأسمر، ومني أنا منتصر علاني من بلدة الزبابدة مجموعة مسلماني. إلى اللقاء.